متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام من ميدان التحدي، نتابع وإياكم ميدان الشحانية، نشاهد في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط 15 لسن اللقاية، نتابع وإياكم اندفاعات هذا الشوط وانطلاقته مخصص للبكار، ونتابع هنا المراكز الأولى المتقدمة، هناك الصدارة مباشرة ومع المقدمة نتابع ولايف لمحمد بن صالح بن حمد القمرة مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نتابع انتباه على المركز الثاني لفهد بن عبد الهادي بن ذروة البريدي على المركز الثاني. المركز الثالث اللي تسللت بدورها من الجانب الأيمن نتابعها هناك مع قدومها اللي واصله اللي شكرا يا مخرجنا شقرة المبارك بن راشد بن مبارك أبو سعيد الخيارين من الجانب الأيمن هناك اللي تسللت بدورها وانطلقت نتابع من الجانب الأيمن في هذه الانطلاقة، ونتابع هناك فريدة لعبد العزيز بن خالد عبد العزيز محمد بن خالد العطية من الجانب الأيمن المركز الخامس، نتابع القدوم مع خامس المراكز في هذه الانطلاقة، ونتابع هنا من تنطلق في هذه اللحظات نجاح لعبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفة الهاجري مع المركز الخامس. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى والانطلاقة، نتابع وإياكم هذا الاندفاع مع الخمس المراكز وهذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط، والعودة مرة أخرى إلى شعار بن قمرة على المركز الأول منطلقا ومندفعا مع هذه ايضا ولايف لمحمد بن صالح بن حمد القمرة مع المركز الاول ومع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني انتباه لفهد بن عبد الهادي بن ذروة البريدي هناك مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع المركز الثالث وانطلاق المركز الثالث اللي بدأت تتسلل بدورها على المركز الثاني، نشاهد هناك القدوم من وسم لحمد بن محمد بن فهد بن دخيل الله غيرت على المركز الثاني. المركز الثالث نشوف شعار البريدي. المركز الرابع شوفوا اللي وصلت في هذه الانطلاقة على المركز الرابع منطلقة اللي هي نتابعها شقرة لناصر بن حمد بن حسين الجرحب شعار الموهوب يا سلام يصل على المركز الثاني. نتابع في هذا الانطلاق المركز اللي غيرت هناك بينما المركز الخامس نشوف القدوم والوصول مع المركز الخامس من الجانب الأيمن، نتابع هناك رسالة لمحمد بن حمد بن سعيد النابت هناك من الجانب الأيمن بينما أرى التسلل والدخول مع شعار بالعفرة وصل في هذا الانطلاق بيضة لفهيد بن سالم بن فهيد العفرة المري. يا سلام هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، يا سلام مع عقباننا على الـ1500 متر المتبقية من عمر هذا الشوط، ولكن شوفوا المقدمة، شوفوا الصدارة، شوفوا التحدي هناك مع المركز الأول وسم لحمد محمد بن فهد بن دخيل الله على المركز الأول، شعار الموهوب بن جرحب على المركز الثاني، مقدما لنا شقرة ناصر بن حمد بن حسين الجرحب المركز الثالث اللي تسللت من الجانب الأيمن ولايف لمحمد بن صالح بن حمد القمرة. المركز الرابع نتابع شعار العفرة مع المركز الرابع فهيد بن سالم بن فهيد العفرة مع بيضة اللي قادمة على المركز الثاني غيرت على المركز الثاني. شوف الشعار هنا شعار اللي وصلت اللي قادمة رسالة محمد بن سعيد النابت يبدو لنا شعار بن ضافي اللي قادم في هذه اللحظات، نتابع وإياكم الشعارات القادمة ولكن العودة إلى المقدمة والصدارة وسم على المركز الأول
واسم على الصدارة، على التحدي والإثارة. شوفوا شعار بن مسعود، شعار بن مسعود قادم مندفعا في هذه الانطلاقة هناك مع الانطلاقة على المركز الخامس. شوفوا شعار بن الضعيف اللي قادم ومتألق، شعار بن الضعيف اللي وصل مع عالية بندر بن سالم بن مبارك الضعيف هنا قادم ومندفع في هذا الشوط. يا السلام يا السلام يا التحدي والإثارة. نتابع وإياكم الأسماء، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الصدارة. ركز يا بن دخيل الله، ركز يا بن دخيل الله، الجماعة وصلوك الجماعة. يا السلام يا السلام، هنا الاندفاع والانطلاق 600 متر الأخير، ولكن ابن الضعيف قادم، ابن الضعيف قادم. يا السلام قادم هنا مع عالية، عالية عالية ولكن عالية ولكن وسم، وسم وعالية. شوفوا الصراع، شوفوا صراع المقدمة، صراع المقدمة. يا سلام عالية وسم، وسم وعالية، ولكن شوفوا اللي قادمة ما شاء الله يا راهية، ركان بن علي بن مسعود المجدور قادمة في هذه اللحظات. هناك راهية، راهية قادمة، درب لراهية، درب لراهية، مرت مرور الكرام ما شاء الله تبارك الله. عون ولون والشكل ممتاز ممتاز ممتاز. يا سلام، سلام والتحية والاحترام باللي فرقت بأداها، فرقت بسبقها، فرقت بهذا الناموس. تهانينا لمالك راهية ركان بن علي بن مسعود المجدور، تهانينا على هذا الفوز والانتصار مع هذا الشوط. المركز الثاني عالية لبندر بن سالم الضعيف، المركز الثالث وصلت وسم لحمد محمد بن فهد بن دخيل الله، المركز الرابع، المركز الرابع وصلت جبارة لحمد بن راشد الصفوة، المركز الخامس، المركز الخامس الشادن لسويدان بسلطان المالكي. يا السلام يا هذا الشوط، يا السلام يا هذا التحدي والإثارة. شاهدنا وتابعنا، تابعنا هذه المقدمة، هناك من فازت معنا في هذا الشوط، شعار المجدور ركان يا ركان ما شاء الله عليها، ما شاء الله تبارك الله على راهية مع هذا الأداء المتميز. نتابع وياكم هنا توقيتها، توقيت راهية 6 دقائق 16 ثانية 6 دقائق و18 ثانية 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكي راهية ركان بن علي بن مسعود المجدور، المركز الثاني، المركز الثاني عالية لبندر بن سالم بن مبارك الضعيف. توقيتها الزمني 6 دقائق و20 ثانية و25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث اللي وصلت وسم مع مالك حمد محمد بن فهد بن دخيل الله، توقيتها زمن 6 دقائق 20 ثانية و68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.